يا مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من برنامجنا الجديد خمسه افريقيا، واللي هيستمر معانا طول ايام بطوله امم افريقيا اللي ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب تكون مصريه في النهايه. كل حلقه هتتقسم لخمس فقرات. اول فقره هتكون باسم مشوار افريقيا، ودي هنتكلم فيها عن ترتيب المجموعات اول باول والادوار الاقصائيه لحد ما نعرف في النهايه مين البطل. تاني فقره هتكون باسم ما يفوتكش، وعشان ما فيش اي خبر عن البطوله يفوتك هنقدم لك هنا كل الاخبار الخاصه بكان 2019. طبعا اول واهم خبر النهارده هيكون على حفل الافتتاح اللي هيقام في استاد القاهره، وهيضم فقرات فنيه على اعلى مستوى من الابهار. ده طبعا بخلاف اغنيه الافتتاح اللي هتتقدم بثلاث لغات، هي العربيه والانجليزيه والفرنسيه. وبعد ما هنشوف كل ده هنكون على ميعاد مهم جدا مع اول لقاء للفراعنه قدام منتخب زيمبابوي، وهو اللقاء اللي هنفتتح بيه مشوار البطوله ان شاء الله. الفقره الثالثه بقى هتكون باسم شارع افريقيا، وفي الفقره دي هننقل لكم نبض الشارع لحظه بلحظه، وايه اللي بيدور في الشارع عن البطوله، الكلام على ايه او على مين تحديدا. ده طبعا بخلاف السوشيال ميديا واللي بيتقال عليها من بوستات وتوتات وترندت. والى الفقرة الرابعة اللي هتكون باسم ارقام الكان. في الفقرة دي هنتكلم عن الارقام القديمة الخاصة بالبطولة، ده بخلاف طبعا الارقام الجديدة اللي هتكسر الارقام القديمة. واخيرا هيكون عندنا فقرة باسم نمبر 1، ودي هنعرض فيها اهداف اليوم، وعلى حضراتكم ان انتوا تختاروا الهدف اللي يستحق يكون نمبر 1. وطبعا بما اننا لسه ما فيش اهداف في بطولة السنة دي، هنعرض لكم 3 اهداف للمنتخب المصري، وعليكم تختاروا الهدف اللي يستحق يكون نمبر 1. فكن حسن. La distanza è buona per cercare il tiro ed è un gran gol. احمد حسن، محمد عبد الوهاب، احمد حسن يحول الكوره وخطره وهي وجول وجول امام توبو، والكاميرون فاز 2-0. زيدان، مهاره زيدان، تسديد زيدان، يا عين يا عين مش ممكن. لحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، استناكم الحلقه الجايه، وكل بطوله وانتم طيبين.